انا ما عرست عليه. ها هي حرصت بيه مش انا عرست بيه. اما ما كركرتكش بس لسه قتلك اجي انا ناخذك نعرس بيك. انت حبيت تاخذها زيد؟ لا يا سعلي، تصور ابقى انسان ما يقدر يروح معرس في ليل ونهار وهم في برج بروح عبيت. تصور انا في العلاه 120 330 كيلومتر معرس ما في بليش دار في السور عبيت في السمع وبي انا وانت ما في بالك. ما في بليش وهو في باله ما في بليش. نلقى روحي معرس عايش مع الزنساف في دار واحده واحده مرتي والاخرى صاحبتي عايش معنا في الدار ومانيش فايق بروحي انا معرس. وانا هذا الكل تعدى عليه مش بالليل انا بتها لبرا وكان تلقى روحك سليمان في حريم السلطان وانت لقيت روحك في وسطه. لقى روحي في وسط. يا سلام يا اخي قصه منبر يعني قصه منبر كان فيه عندي زولي الثور. وانت ما تجيبش صغار مادام مقيدين باسمي ولاد. لا مادام مقيدين باسمي ولاد. وانت ما تجيبش صغار. ما تجيب صغار. تتفرجوا في برنامج عندي ما نقولك في سهرية الخميس مع 9 غير 4 على قناة التونسية.